في أحد محلات العطارة بأحد الأسواق في محافظة شبوة. يتم تجهيز الخلطات العشبية التي ازداد الطلب عليها خصوصا هذه الأيام في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا والحميات الأخرى وعدم توفر علاج طبي لهما، الأمر الذي دفع الأهالي إلى البحث عن وصفات العطارين العشبية لمحاولة علاج هذه الفيروسات، والتي يرى فيها المواطنون أنها تعزز المناعة وتقي من كثير من الأمراض. في إقبال على الأعشاب الطبيعية لأنها سبب من أسباب، يعتقد بعض الناس أنها سبب من أسباب العلاج، وقد تكون كذلك أنها مفيدة للحميات والأمراض كثيرة يعني، وتجد الناس يقبلون عليها هذا الأيام مع انتشار الأمراض. وصفات دأب عليها الآباء والأجداد لسنين مضت، ووجدوا أن لهذه الأعشاب فاعلية ووقاية لكثير من الأمراض. أعشاب أنا حسب ما جربتها شخصيا مفيدة جدا، بدأت من الحميات، هذا العشب هذا اللي جابوه عشبة القمر، هذا شربته 3 مرات والحمد لله جابت نتيجة يعني، بدأت من في الحمى. وأيضا نستعمل الزنجبيل ونستعمل الثوم مع الحبة السوداء مع العسل، والحمد لله نتيجة يعني حلوة. والله مجربة وأثبتت فعاليتها نعم في كثير من الأمراض الفيروسات هذه، بالنسبة للأعشاب أثبتت فعاليتها فيها. وفيما حذر أطباء وآخرون من الوصفات العشبية، يرى أطباء الأعشاب أن الوصفات فاعلية وأنها تقي وتعالج من كثير من الفيروسات. نحن في الطب الحديث لا نعتمد أي علاج إما أعشاب أو علاج آخر إلا بعد إجراء التجارب المخبرية عليه، وهذه التجارب تتم في مختبرات خاصة وتجلس فترة من الزمن إلى أن تظهر نتائجها جلية، بحيث أن نعرف هل في مضاعفات على المريض إذا استخدم هذا العلاج أو لا. بعد ذلك يتم السماح لها إذا كانت آمنة وفي نفس الوقت مفيدة لهذا المرض. وتظل المخاوف منتشرة في جميع قطاعات البلاد الصحية من أن وضع البلاد الصحي لا يقوى على مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا والفيروسات الأخرى. ويرى كثير من المواطنين في محافظة شبوة أن الطب البديل ووصفات الأعشاب يمكن أن تقي من هذه الأمراض. عوض صالح لقناة المهرية شبوة.